بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، وبنكمل مع بعض صناع الحياة. خلصنا مرحلة أولى كنا بنقول فيها يلا نفك قيودنا علشان ننطلق، وجربنا نفسنا ولقينا نفسنا ننفع ونعرف نتحرك ونعرف نشتغل، وعملنا مشاريع ونجحت المشاريع، وبدأنا نقول الله ده احنا نفعنا ونقدر ننفع ان احنا نتحرك. فبدأنا المرحلة الثانية، وسمينا المرحلة الثانية مرحلة النهضة. عايزين نعمل نهضة في كل المجالات، والحقيقة احنا شبهنا مرحلة النهضة دي بمرحلة إقلاع طيارة. فاكرين كنا بنشبهها ازاي؟ قلنا عشان الطيارة تنطلق وتتحرك أصعب حاجة مرحلة الإقلاع، محتاجة المحركات تتحرك بأقصى طاقة عندها، أعلى يعني الوقود والبنزين يحصل له احتراق بأعلى كميات ممكنة، الرانوي تتحرك عليه الطيارة، المدرك تتحرك عليه الطيارة، ياخد مسافة كبيرة عشان الطيارة تاخد قوتها، الحزمة مربوطة والناس اللي في الطيارة منتعشين ومركزين. موضوع كبير، لأن موضوع الإقلاع ده أصعب حاجة في الطيران. إحنا بنعمل كده الشهور اللي جاية دي، تخيلها بالحكاية دي، المحركات دي قلوبنا، والبنزين ده دمنا، والسرعة اللي بننطلق عليها دي أرواحنا اللي نفسها وجادة مش بتقول أي كلام إنها تعمل نهضة لبلادنا وتعمل نهضة للمسلمين. ده المشروع ودون الحلقات اللي احنا ابتدينا فيها. ولذلك يا جماعة احنا قلنا كمان احنا مش عايزين انطلاقة عادية، مش عايزين نبقى موجودين على نرتفع كده شوي عن اللي احنا فيه، لا لا لا، ده احنا عايزين نحلق فوق قوي. ده لازم الطيارة اللي طالعة من جدة ورايحة نيويورك عشان توصل المسافة دي لازم تطير على 35,000 قدم مش على 15,000 قدم، لانها لو طارت على سرعات منخفضة البنزين هيخلص بسبب الرياح المعاكسة. لازم تطلع فوق فوق، واحنا مش عايزين نهضة عادية، عايزينها فوق قوي. وعشان تطلع فوق قوي لازم نزقها جامد قوي، ولازم نضحيلها بكل ما نملك ونعيش عشانها، ويبقى ده حلم حياتنا. بلادنا هتنهض، ونقابل ربنا يوم القيامة ونقول له يا رب كنا شركاء معا في النهضة دي. ده الموضوع وده الفكرة. ولذلك يا جماعة احنا جينا الاسبوع اللي فات وقلنا احنا عايزين نعمل النهضة دي، وانا بقول لكم النهضة دي في كل المجالات. عايز ايه؟ نهضة شكلها ايه؟ عايزين نتنقل من ذل العز، عايزين نتنقل من تخلف اقتصادي لمخترعين وابتكارات وبحث علمي وتفوق في المجالات الصناعية. عايزين نتحول من حالة اقتصادية سيئة وبطالة عمالة تنتشر لانتعاش اقتصادي. عايزين ننتقل يعني من ضعف، من تخلف ثقافي. عايزين نتحول من تبعية ثقافية، نتنقل ان احنا لينا ثقافتنا ولينا مرجعيتنا اللي بناخد منها، من فن هابط لفن راقي، من صحة تعبانة وناس تعبانة وامراض عمالة تنتشر لقوة نفسية وبدنية عمالة تنتشر فينا. مش معنى كلامي دون ان كل حاجة عندنا وحشة، احنا عندنا حاجات جميلة جدا في بلادنا، وعندنا حاجات فينا وفي بلادنا غاية في الجودة، عايزين نحافظ عليها وننميها. والنهضة اللي احنا عايزين نعملها دي كلها لها اطار اسمها العبودية لله. عايزين نرضيك يا رب، مش بنعمل نهضة علشان يعني عايزين نعمل خناقة مع شعوب اخرى، لا، احنا عايزين نرضي ربنا بالنهضة دي. ونيتنا، كل نيتنا واخلاصنا لله تبارك وتعالى واحنا بنعمل النهضة دي. ده اللي احنا عايزين نعمله. وابتدينا وقلنا اول حاجة لازم يكون عندنا ارادة، وقعدنا نتكلم الاسبوع اللي فات على الارادة وازاي تنمي الارادة وازاي تدخل الارادة وتبقى مالية الارادة حياتك كلها. وقلنا تعالوا نعمل حاجة نختبر بيها ارادتنا، ونختبر بيها انتوا هتركبوا معانا الطيارة وتطيروا معانا، ولا هنيجي نركب الطيارة نلاقي نفسنا لوحدنا ومفيش ركاب قاعدين ورا. فقلنا ايه؟ تعالوا نعمل مشروع مشي، تعالوا نقعد نتدرب اسبوعين ونمشي مسافه الماراثون 42 كيلو يا اسبوع واحد يا على عده اسابيع. الشيء الجميل يا جماعه واللي انا جاي احكيه لكم قبل ما ندخل في حلقه النهارده، كميه التفاعل اللي حصلت، الناس اللي بعتت لنا واتصلت بينا على التليفونات البرنامج وعلى الفاكس الاف. والحقيقه الفكره مش كانت فكره يلا نمشي عشان نكسر رجلينا، يلا نمشي عشان نقول احنا مستعدين نتحرك في موضوع النهضه دي، ودون عربون بنقدمه وبنقول احنا صادقين. الحقيقه الالاف الايميلات اللي جات لي والله، وعلى المنتدى لو دخلتوا قريتوا على المنتدى الشباب بيحكوا خلال المسافه كانوا حاسين بايه، والافكار اللي جات لهم والذكر اللي قالوه. شباب من صناع الحياه من المنوفيه بيقول لك مشينا من شبين الكوم لطنطا، شباب من القاهرة بيقول لك مشينا من الهرم لحلوان، من دار الإشارة لطريق مصر اسكندرية الصحراوي، شباب من اليمن
بيقولوا احنا من مركز الاخلاء لتحفيظ القرآن ما بننامش بعد صلاة الفجر، نقعد نحفظ ساعتين قرآن، احنا في الصيف نقعد نحفظ ساعتين قرآن وبعدين نمشي ثلاث ساعات نسمع اللي حفظناه. احنا بقينا في قوة وقرب من ربنا عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا كنا هنعمله. شباب من الجزائر، من الاردن، من المغرب، من قطر، من البحرين، من اليمن، من لبنان، من الامارات، من انجلترا وفرنسا والمانيا وهولندا وفنلندا، دي الناس اللي بعتت لنا فنلندا، يعني الناس في اخر الدنيا. من الجزائر عملوا 10 اماكن واتفقوا على يوم واحد يعملوا كلهم، يتحركوا من العشر اماكن ويتقابلوا في مكان واحد. في لبنان عملوا حاجه جميله جدا، اتفقوا ان شباب من طرابلس من ساحه النور مع شباب من بيروت من ساحه الشهداء، دول يطلعوا من عندهم ودول يطلعوا من عندهم في نفس اللحظه ويتقابلوا في النص في مكان واحد يتعرفوا على بعض. شباب من سوريا لبسوا زي واحد كله مكتوب عليه مع مصنع الحياة، واتفقوا مع جمعية خيرية تكون راعي للماراثون وبدأوا يتحركوا من عند شارع خالد بن الوليد ومشوا المسافة كلها. بنات عملت كده. الحقيقة أنا بحس إن الأمل موجود، هننجح طالما الشباب بدأوا يعملوا كده، طالما ستات ومشيوا في يوم واحد وعملوا كده. بنات كتيرة بعتت قالت إحنا مشينا مع بعض من كل البلاد، بلاد زي قطر والبحرين والدنيا حر، ومع ذلك شباب وبنات مشيوا. والله في أمل. لكن في نفس الوقت أنا ليا عتب على اللي ما مشيوش، ليا عتب عليهم. هو إحنا مش ابتدينا الجد ولا إيه؟ ده إحنا بنقول عايزين نعمل نهضة محتاجة مجهود 10 أضعاف المرحلة اللي فاتت، مجهود غير عادي. أنتوا ما مشيتوش معانا ليه؟ يعني يا جماعة موضوع المشي ده بصراحة كان عامل زي قصة طالوت وجالوت. ادخل كده وافتح المصحف سورة البقرة واقرأ إيه الحكاية بتاع طالوت. قال إن الله مبتليكم بنهر، نهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. يا جماعة اللي شربوا دول هو طالوت ليه قال لهم اشربوا من النهر ولا ما تشربوش من النهر؟ هو كان اختبار، ده هم جنود وعطشانين ومفروض يشربوا، لا ما تشربوش ليه؟ ها، اختبار الجدية، اختبار الإرادة، وروني هتكملوا معايا ولا لا. ولذلك لما وقفوا قدام جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. دول اللي ما شربوش، دول اللي كان الاختبار الإرادة عندهم قوي، عشان كان قوي لما تتحطت المية ما شربوش، هم دول اللي نزل عليهم النصر. يا جماعة امشوا، أنا لي عتب على اللي ما مشوش، وأنا عارف إن هم يعني ان شاء الله احنا مش هننساهم ونقول لهم طب خلاص عدينا ورايحين لمشروع جديد، لا هنمشي، لان المشروع الجديد ينفع يتسعمل واحنا ماشيين، فاحنا عايزين نمشي ونكمل. وانا الحقيقه هقرا لهم رساله الناس اللي ما مشيتش والناس اللي مشيت، رساله مؤثره جدا عشان تعرفوا معدن الامه دي، معدن المسلمين عظيم قد ايه، ومعدن شبابنا عظيم قد ايه. الموضوع فتاه من فلسطين بعتت لي رساله اسمها ساره عابد، بعتت لي بتقول لي اخي في الله عمرو خالد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اود ان اخبرك اخي بالله اني انجزت 42 كيلو مشي والحمد لله في يوم ونصف تقريبا، ولكن يا اخي انا قمت بهذا العمل بشكل فردي، انا اسكن في فلسطين ولا يوجد مسافه كافيه متوفره ل 42 كيلو. ما فيش مسافه 42 كيلو حره تمشي فيها. بسبب ظروف الاحتلال والظروف الغير عادية عندنا يوميا وعدم الأمان، وإن أنا أخاف أمشي لوحدي 42 كيلو حتى لو في 42 كيلو، أنت متخيل الكلام ده؟ لذا كانت فكرتي بعد ما شاهدت الحلقة عن الإرادة أني لابد أن أمشي، ولكن أين؟ في البيت. حمشي ال 42 كيلو في البيت، في البيت، وأنا لا أدري هل تقبلوني هكذا معكم أم لا؟ لكن الحمد لله البيت فيه ممر طويل أكثر من 15 متر، قمت بقياسه بنفسي وقررت أن أمشي في هذا الممر 10 أشواط، 10 متر ذهابا وعشرة متر إيابا، يعني 20 متر في كل شوط، وكنت أمسك ورقة وقلم وأسجل فيها عدد الأشواط، حسبتها حوالي 2100 متر أنهيتها في يوم وليلة. لقد أخذ المشي مني ساعات كثيرة، فقد أنجزت 4 كيلو في الساعة الواحدة. لقد كانت أصعب مرحلة أول كيلو وآخر 10 كيلو، كنت منهكة جدا وأرجلي أكاد لا أشعر بها من الألم، ولكن الذكر الذي تواصلت عليه والاستغفار والدعاء دفعني للأمام. كان هذا تمرين جسدي أشعرني بالفعل بالجهد الذي بذله الصحابة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال الألم
ولكن حلاوة العمل في سبيل الله أنستني الألم، أنجزته وحفظت أسماء الله الحسنى بالكامل من خلال نظري الذي يقع عليها ذهابا وإيابا وهي معلقة على الحائط في بيتنا. الحمد لله قد حفظني الله وأعانني، وأيضا جاءتني فكرة قصيدة باللغة الإنجليزية وأنا أمشي، إن شاء الله سأضعها بالمنتدى. أخي بالله، أخيرا جزاك الله خيرا، لا أستطيع أن أصف لكم مقدار سعادتي. أنا بالفعل وصلت لمرحلة عالية من التحليق الروحي والتفكير والتدبر، وبكيت كثيرا أثناء الليل، كنت أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لي سؤال في النهاية، هل بعد ذلك أنا معكم في الماراثون؟ هل أنا في الطائرة؟ هل تقبلوني أم لا؟ أنا الحقيقة مش هعلق قد إيه البنت دي عظيمة، عاد ما هقول ان ال 42 كيلو اللي معرفتيش تمشيهم في الشارع من النهضة اللي احنا عايزينها انك هتعرفي تمشيهم، وانك تقدري انك تعيشي وتغيري ونغير مع بعض في مشروعنا اللي انت مش عارفة تعمليه دلوقتي. وانا بقولك ده انت معانا، ده انت اولنا، ده انت اول واحد راكبة معانا. لكن الحقيقة في واحد تاني بعتلي حاجة زي اختنا سارة، واحد اسمه محمد زياد. انا بقرا لكم الحاجات دي ليه؟ بوريكم معدن شبابنا، وبوريكم ان في امل، وبوريكم ازاي اللي عنده تصميم هينجح. محمد زياد بعد بيقول انا كنت مصاب في رجلي ولا استطيع المشي، وامرني الطبيب بعدم المشي عليها وان امشي بعكازين على رجلي واحده، ومنذ سنتين وانا لا امشي اكثر من 100 متر في اليوم، والحمد لله بعد الحلقه اصبحت امشي كل يوم ساعه ونصف على عكازين ورجل واحده. يا جماعة اتحركوا، يا جماعة قلدوا الناس دي. شايفين النماذج؟ شايفين أمة محمد بخير ازاي؟ شايفين نماذج الرجال بخير ازاي والستات بخير ازاي؟ بنت وولد سارة ومحمد زياد. أنا مشيت إلى الآن 10 كيلو على عكازين وقدم واحدة، وسأكمل ال 42 كيلو، وذلك في يومين أو 3 أيام على أقصى تقدير. أسألكم أن تدعوا لي حتى أصل للنهاية. ويبقى كلام النبي الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. اللي عملوه ده يا جماعة ده دليل بسيط إن الإرادة بتتحرك. بعد ما اطمننا على إن إحنا معانا آلاف من الشباب بالجودة دي وبالروح دي، يلا بقى نبدأ النهضة. اطمننا، ولذلك مشروع المشي كان للاطمئنان. اللي عايز يلحق بينا يمشي ويسبق معانا ويحصلنا، مش لازم يمشي ال 42 كيلو بس لازم يمشي ان شاء الله يومين ثلاثه، ان شاء الله ساعتين ثلاثه، بس لازم يشاركنا ويبعت يقول لنا انا كملت معاكم ودخلت معاكم. ها مستعدين؟ وبقى معانا شباب قد كده، يلا نبدا. هنبدا ايه؟ يلا نبدا نهضتنا ببساطه كده. ان شاء الله هنقدر. طيب هنبدا ازاي؟ انا الحقيقه تعبت قوي يا جماعه وانا عمال افكر هنبدا ازاي قوي، وعمر ما الواحد تعب في حياته قد الايام بتاعه صناع الحياه دي. نبدأ إزاي؟ خطوة البداية ده موضوع كبير، نهضة أمة. ففكرت الحقيقة أن أنا آجي وأقول لكم يا جماعة الأسبوع الجاي هنعمل كذا، والأسبوع اللي بعده هنعمل كذا، وهنتكلم في البطالة بالشكل الفلاني، وهنحاول نحل في موضوع البطالة بالشكل الفلاني، وهنروح الأسبوع اللي بعده نتحرك على المشروع الفلاني، ومطلوب منكم كذا، والمشروع الأسبوع اللي جاي كذا، وبعديها هنروح نعمل كذا. وبعدين قلت إيه ده؟ إيه اللي أنا هعمله ده؟ ده غلط خالص ده. ليه غلط خالص؟ هي النهضة دي بتاعتي، دي بتاعتنا كلنا، ده شعار البرنامج اسمه معا نصنع الحياة، دي مش بتاعتي، وده مش شعار أجوف، ده احنا ما نجحناش في المرحلة الأولى عشان كنا غير عشان كنا حاطين إيدينا في إيدين بعض. كل المشاريع ما نجحتش غير عشان كانت إيدينا على بعض. مشروع الملابس كانت إيدينا على بعض، مشروع لا تؤذينا بدخانك، مشروع المخدرات، كلنا كانت إيدينا على بعض وما حصلش نجاح غير عشان كده. ومش كده وبس، فاكرين لما كنت بقول إن فكرتي على فكرتك ما بتعملش فكرة تالتة؟ لا، دي بتعمل عدد لا نهائي من الأفكار زي انشطار الخلية. ولذلك أنا بس اللي أفكر في النهضة ما ينفعش، أنتوا شركاء، ما ينفعش إن أنا المشروع ده بتاعنا كلنا، ما ينفعش إن أنا جاي أقول هنعمل كذا، ده يبقى غلط شديد. طب ما إيه الصح؟ كلنا هنطلع شكل المشروع مع بعض. يعني إيه؟ كلنا هنفكر مع بعض إزاي نعمل مشروعنا. والحقيقة وأنا فكرت وأنا بقول أنا حاجة وأقول لهم نعمل كذا، فافتكرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يوم غزوة بدر المعركة العظيمة، واقف بيقول أشيروا علي أيها الناس. أنت يا رسول الله بتطلب مشورة الناس؟ فيطلع له أبو بكر فيقول له نعمل كذا، فيقول له جزاك الله خير، لا مش عايز أسمعك أنت. يطلع له عمر اقعد، يطلع له المقداد اقعد، ويقولوا كلام حلو قوي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يقول أشيروا علي أيها الناس، عايز يسمع رأي مين؟ رأي الأنصار. ليه؟ لأنهم أصحاب البلد، لازم رأيهم يتقال.
فاطلع له سعد بن معاذ ويقول له لكأنك تريدنا يا رسول الله، فيقول نعم، فيقول له امضي يا رسول الله وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك لنا ما شئت. فالنبي يستفشر ويتهلل وجهه، ليه يا رسول الله؟ ده انت ده انت النبي، تقول لهم يلا هنروح نحارب هيسمعوا كلهم الكلام؟ لا، احترام البني آدم، احترام الرأي، احترام الشورى، المشروع ده بتاعنا كلنا. وعلشان لما يدخلوا غزوة بدر والقرار قرارهم هيحاربوا بدمائهم. فكرت في كل الحاجات دي، قلت المشروع لازم يطلع مننا كلنا، كلنا، كل واحد يفكر معانا ونطلع المشروع. يعني ايه؟ يعني هنطلع النهضة من الناس اللي بتتفرج علينا في التلفزيون دلوقتي ومننا لغاية ما نوصل للتصور اللي احنا عايزينه. هنعملها ازاي دي؟ هنعملها ازاي؟ هقول لكم بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا ابتدينا وعمالين نقول هنبدأ النهضة، هنعمل النهضة ازاي بقى وهتعملها ازاي، وقلنا كلنا شركاء في النهضة دي، ومش هنيجي نقول يلا نعمل كذا، لا كلنا هنفكر مع بعض هتتعمل ازاي دي. انتوا عارفين يا جماعة، فاكرين الحلقة اللي فاتت لما كنا عمالين نتكلم عن التخيل؟ فاكرين لما قلنا ان بداية الارادة وبداية النجاح حلم تحطه في دماغك، يملى كل دماغك، يملى حياتك، يملى مشاعرك، من كتر ما انت هدفك اللي نفسك تحققه شايفه قدام عينيك، مالي كل لحظة في حياتك عمال تتخيله، لان عقلك الباطن الطب بيقول كده ما بيفرقش بين الحقيقة والخيال. يعني ايه؟ يعني لو اقنعت عقلك الباطن بفكرة خيالية وسيطرت على عقلك، هتبقى عند عقلك الباطن حقيقة لازم تتحقق، هيبقى عقلك الباطن شايفها حقيقة، هي صورة كاملة. وقعدنا نقول اللي عايز ينجح يعمل كده، وقلنا ان النبي عمل كده مع الصحابة، كان يقعد يزرع جواهم فكرة تخيلوا الجنة 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 الجنة، لدرجة ان هم ضحوا تضحيات عظيمة، اتنقل جيل كان بيرعى الغنم لجيل بيقود الامم بسبب فكرة ان النبي زرع جواهم الجنة، فشافوها قدام عينيهم. فقلنا لو كل واحد زرع الحلم قدام عينيه، نفسك في ايه؟ هيجيبه وهينجح وربنا هيعينه. طب ايه علاقة ده بالنهضة النهاردة؟ انا الحلقة اللي فاتت كنت بقولك على مستواك الشخصي احلم بحلم حياتك انت، والنهاردة هنقولك تعال نكبر الموضوع. يعني ايه؟ هنعمل النهضة ازاي؟ هنعملها في الحلقة دي ازاي؟ وهنستمر نعملها الشهر الجاي كله بنفس الطريقة. ايه المشروع؟ المشروع الواجب اللي مطلوب مننا، المشروع هو تعالوا نتخيل بلادنا هتبقى عاملة ازاي بعد 20 سنة. ايوه، هيبدأ الحلم كده، تعالوا نحلم بلادنا شكلها ايه بعد 20 سنة. نفسك القاهرة يبقى شكلها ايه بعد 20 سنة؟ نفسك بيروت يبقى شكلها ايه بعد 20 سنة؟ نفسك جدة يبقى شكلها ايه بعد 20 سنة؟ نفسك القدس يبقى شكلها ايه بعد 20 سنة؟ نفسك دمشق يبقى شكلها ايه بعد 20 سنة؟ نفسك الدوحة يبقى شكلها ايه بعد 20 سنة؟ نفسك بغداد يبقى شكلها ايه بعد 20 سنة؟ بداية النهضة حلم يملى كل خيالنا، يسيطر على مشاعرنا، يملى حياتنا. والحلم دون هنكتبه عشان يبقى حاجة مسكنها. انتوا عارفين مشكلة النهضة ايه يا جماعة؟ ان انا عمال اقول لكم النهضة النهضة النهضة، لكن انتوا شايفينها مسكنها؟ لا، هنمسكها. ازاي هنمسكها؟ هنخليها مالية دماغتنا، هنكتبها، هنطلع الاحلام اللي في دماغنا على الورقة، وتبعتوا لنا كلكم. هو ده المشروع، هو ده اللي هنشتغل عليه الشهر الجاي كلكم، شباب وبنات، علماء، رجال أعمال، ستات بيوت، ستات بيشتغلوا، أطفال. هنكتب الحلم بتاعنا، نفسك بلدك يبقى شكلها إيه بعد 20 سنة. اوعى تقول معقولة حلم هينجح؟ والله زي ما هنتمنى وهنكتب ونقعد بقى نعدل ونتفق ونتصل بيك ونطلع على الشاشة ونقول لا يا جماعة الحلم ناقص كذا، طب تعالوا نكمل كذا، لا الحتة دي غلط، ونقعد نكمل الحلم، نكمل الحلم، وننشر بعد كده الحلم ده في كل بلادنا، ونبشر بيه ونقوله للناس، والأمهات تقوله لأولادهم، وننزله في الجرايد ونزيعه في الإذاعات ونديه لكل مكان، وانتوا تقولوا لكل حاجة، ويتحول كل الناس اللي بيسمعونا الآن لأجهزة إعلام متحركة، يقولوا لدون ويقولوا لدون هو ده حلمنا، بقينا مسكينه أهو. أنا بعمل دون ليه؟ خلي بالكم احنا عايزين نعمل نهضة، احنا
احنا عارفين احنا واقفين فين دلوقتي، واقفين فين؟ واقفين في ضعف وفرقة، واقفين لا عارفين ناكل نفسنا ولا عارفين نحمي بلادنا، لا عارفين نزرع ارضنا، لا عارفين لا عارفين لا عارفين مشاكل، بنستورد دوانا ما بنصنعش دوانا، ما بنصنعش اكلنا، ما بنزرعش اكلنا، عندنا مصايب كتير. احنا عارفين احنا واقفين فين، كلنا عارفين احنا واقفين فين. طب عايزين نروح فين؟ هو ده اللي هنطلعه. هنوصل للحته اللي احنا عايزين نروحها الاول، هنحلم بيها. عايز تروح فين؟ الشاب اللي عندك 17 سنه نفسك تبقى بلدك شكلها ايه بعد 20 سنه؟ احلم واكتب وما تحطش قيود على حلمك، واوعى تقول معقوله هتسيبنا نحلم وهي الاحلام هتتحقق. طب انا بقى هضرب لكم امثله، هضرب لكم امثله ان كل نجاح في الدنيا بيبتدي بحلم، وامثله واقعيه انتوا عشتوها او شفتوها. امثله كتيره بقى، كل الحلقه هنفضل ماشيين مع امثله. قناه السويس، حد يتخيل انك من البحر توصل البحر الابيض بالبحر الاحمر؟ بينهم قد ايه؟ 101 كيلو. مين كان يصدق ده من 150 سنه؟ واحد حلم، حلم حلم ما كانش موجود. عايزين نوفر الدوران حوالين افريقيا، نوصل البحرين دول ببعض، بس معناش فلوس. هتيجي الفلوس، اخر حاجه نفكر فيها الفلوس، هتيجي. المهم الحلم، المهم الفكره. ده مشروعنا يا جماعه، هنكتب الحلم. قناة السويس، عارفين عمل ايه؟ واحد قاعد يحلم، قام جايب الخريطة بتاعت الأرض بتاعت بلادنا وقاعد يبص عليها. طب نحل الموضوع بتاع التجارة البحرية ازاي؟ ازاي نحل موضوع التجارة؟ قاعد يحلم يحلم يحلم، الحلم ملا دماغه. يا ترى أول ما راح قالوا أكيد الناس ضحكت عليه، عايزين نوصل البحرين ببعض. المسافة قد إيه؟ نحفر قناة 101 كيلو. من 150 سنة ما كانش في حاجة اسمها قناة السويس. واحد حلم، ده اللي إحنا عايزين نعمله. ده المطلوب منكم الشباب الصغير. الحلم ده مش بفلوس يا جماعه، مش هندفع فلوس في الحلم، ملوش تكلفه. احلم يا عم، ما احنا تعبانين تعبانين، يبقى على الاقل نحلم. طالما تعبانين تعبانين هنفضل حاطين ايدينا على خدنا ونقول اصل احنا تعبانين؟ طب ما تحلم يا اخي على الاقل، يعني نحسن شكل الصوره شويه. والله هتحصل، والله العظيم الحلم اللي هيتكتب بعد 20 سنه الحلم ده هيتحقق، وهتشوفوا يا جماعه. ليه؟ لان احنا مش هنخليه حلم وننام عليه، ده احنا هنقعد نزرعه في خيالنا وفي وجداننا، نعلمه لاطفالنا، نرسمه، هنرسمه، هنطلب من الرسامين يرسموه لنا. شكل الحلم ده هتبقى عامله ازاي بلادنا بعد 20 سنه؟ احنا بقينا ماسكين الحلم وبقى داخل جوه مشاعرنا، وبقينا شايفينه بعينينا، وبقينا بننام بالليل ويمكن نحلم بيه. لا، هنحلم بيه وهتشوفه بعد ما نطلع شكل الحلم النهائي. ما هو هيتكتب، هيطلع شويه ورق زي ده وننزله في كل حته. فاهمين المشروع ده؟ بس مش انا اللي هكتبه، كلنا هنكتبه، من الاطفال للشيوخ، من رجال الاعمال، اساتذه الجامعه، ارجوكم انتوا معانا في الحلم، البنات الصغيره انت معانا في الحلم، ستات البيوت انت معانا في الحلم. هنكتب حلمنا، وهو ده السقف اللي عايزين نروح له، سقف النهضه اللي عايزين نوصل له. فبقينا عارفين احنا فين ورايحين فين، فاضل نعمل ايه؟ نوصل النقطتين، وهو ده بقى التنفيذ اللي هنعمله بعد كده. فهمتوا البرنامج رايح فين؟ مش برنامج، فهمتوا المشروع رايح فين؟ فهمتوا بنعمل ايه؟ فالبدايه تعالى نحلم. قناه السويس، مصر بتاكل من خيرها لغايه النهارده بسبب حلم واحد. حلم. خلي بالكو، اسرائيل دلوقتي بتوصل قناه من البحر الاحمر لغزه، والقناه دي خلي بالكو عايزاها تبقى بديل لقناه السويس. بيحلموا بيحلموا واحنا ما بنحلمش. ومش كده وبس، بيقدموا دلوقتي المناقصه وبيقولوا ان دي عشان تمنع الانفاق اللي بتهرب السلاح، لكن هو اللي عايز يعمل نفق ايه؟ عايز يعمل يعني قناه تمنع السلاح، هيعملها 25 متر، هيعملها متر، هيعمل عرضها 25 متر، 25 متر دي قناه بدل قناه السويس. الحلم، الحلم هو اللي بيحرك الدنيا، وهو اللي بيجيب الفلوس، وهو اللي بيدي الطاقه للناس والاراده عشان ينفذوا. شفت قناه السويس؟ السد العالي. كان حلم عند واحد، لو عملنا سد نخزن الميه فنوفر الميه ونزود حجم الانتاج 3 أضعاف من الحجم الحالي، وعاش الشعب المصري كله الحلم، ودخل جوه خلاياهم، بقت اغانيهم والفولكلور بتاع الشعب المصري جواه الحلم دون. عايزين نبني السد العالي. طب معناش فلوس، طب
طب نعمل ايه؟ طب نروح نستلف من البنك الدولي. رفض البنك الدولي لان المشروع ممكن يؤدي لنتائج عظيمه لمصر، فرفض البنك الدولي يصرف الفلوس للمصريين. طب عملت ايه مصر؟ فكانت النتيجه أممنا قناة السويس. تأميم قناة السويس اللي هي قناة السويس اللي هي كانت حلم من شوية وكنا بناكل من خيرها، فتأممت قناة السويس، فقام العدوان الثلاثي سنة 56 على مصر، انجلترا وفرنسا وإسرائيل، فبقى الشعب المصري مستعد يضحي. اسألوا الناس الكبار في بورسعيد وفي القناة كانوا بيضحوا قد إيه، مستعدين يتمرمطوا بس يحافظوا على الحلم. ليه؟ لأن الحلم بقى بتاعهم، واتبنى السد العالي. وطلعت الأغنية اللي تقول قلنا حنبني واد احنا بنينا السد العالي، يا استعمار بنيناه بأيدينا السد العالي. ليه؟ لأن الشعب كله عاش الحلم. أهو هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله. ده مش كده وبس، كل الدنيا بتبدأ بأحلام زي كده يا جماعة. بيبقى حلم عند بني آدم، والحلم ده متمكن منه وبيجيبه. الحرمين الشريفين من 50 سنة كان شكلهم إيه؟ ودلوقتي بقى شكلهم ايه؟ حلم عند بني آدم عايز تحدد المسلمين في كل الأرض في القرب من ربنا، هيئ لهم ان الحرم المكي والحرم المدني ييجوا يلاقوا من القرب من الله وسهولة القرب إلى الله ما يحبب الأمة كلها في ربنا. طب نعملها ازاي دي؟ شكل الحرم زمان يا جماعة ما حدش كان يتخيل اللي ممكن يبقى شكله دلوقتي. هي كانت حلم في دماغ بني ادم، الدنيا كلها بتبتدي كده. والله يا شباب اوعوا تقول معقوله انا حلمي هيتحقق. قناه السويس كانت حلم خيالي في دماغ واحد ونفعت، والسد العالي كان حلم خيالي هنجيب فلوس منين والشعب كله دافع عنه. الحرمين، تعال نشوف شكل الحرمين قبل وبعد وتشوف الفرق الرهيب. الدماغ اللي فكرت وقالت لو طورنا اكيد كانت شايفه الحرم بشكله الحديث. الحرمين كانوا حلم في دماغ واحد وتحولوا الحقيقة. شفتوا اللقطات؟ شفتوا الفرق الضخم قبل وبعد بقت عاملة ازاي؟ مش كده وبس، لأن انا هضرب لكم مثل تاني عشان تعرفوا الحلم ده. الحلم ده عجيب جدا يا جماعة لما تحطه جوه دماغك. منطقة وسط بيروت بعد الحرب الأهلية اللي حصلت في بيروت، المنطقة دي تحولت، انا اسف في الكلمة، خرابة بمعنى خرابة. ولا حاجة، انتهت، اتدمرت تماما، لدرجة ان اللي كان عنده محل في المنطقة دي كان يقول لك اروح ابيعه ب1000 دولار. تخيل 1000 دولار، يا ريت حد يرضى يشتري مني، ما حدش. تمن دلوقتي يساوي ملايين ب1000 دولار. ليه؟ لان المنطقة انتهت واتدمرت وكله قال يلا ندور على حتة تانية نبدأ نشتغل فيها ونعمرها. لكن واحد حط في دماغه حلم، هتيجوا المنطقة دي الحتة دي نبنيها من اول وجديد، تطلع حاجة تانية خالص. هنفرجكم على الصور بعد الحرب كان شكلها ايه، دمار، وبعد ما تعدلت بقى شكلها ايه. وهتفاجئ ان معقوله، معقوله الانسان لو حلم يقدر يعمل الحاجات دي؟ يا جماعه هو حلم، حلم وتشوفه بتفاصيله. نفسك بلدك بعد 20 سنه يبقى شكلها ايه؟ احلم بكل تفاصيل الحلم، ارسم الرتوش اللطيفه والجميله، الخضره، الزرع، الاسكان، التنميه، كل حاجه. ورسم الحلم بتاع بيروت، بتاع وسط بيروت، وتعادة وسط بيروت من جديد. يا جماعة هو حلم. تعرفين ان احنا بنعمل ايه هنا يا جماعة؟ عارفين المعماري عشان يطلع عمارة او بناء ضخم بيعمل ايه؟ الاول بيتخيله ويقعد يعيش معاه، نفسي يبقى ازاي؟ او ده اللي احنا هنعمله الاسبوع اللي جاي، عايزه يبقى ازاي؟ وبعدين ينزل حلمه على الورق يرسم، وبعد ما يرسم يقعد يبص للرسمة ويتخيلها لما تبقى حقيقة، يبدأ ينفذ تبقى حقيقة. هو ده يا جماعه اللي انا عايزه منكم، هو ده المطلوب الاسبوع الجاي، ده المشروع. تتخيل نفسك بلدك تبقى قد ايه، زي ايه بعد 20 سنه؟ اوعى تحط قيود على فكرك، انطلق في فكرك زي ما انت عايز. ما احنا هنقعد بقى نظبط مع بعض ونعدل مع بعض، بس سيب فكرك منطلق. ارجوك ما تفكرش دلوقتي في كلمه كيف، هتيجي والله سهله. المهم نقول احنا عايزين نروح فين ونحلم الحلم اللي احنا عايزين نحققه. اديك امثله. ايوه انت سمعت الامثله اللي انا قلتها كلها امثله بنا، لا ده في امثله في حاجات تانية. التعليم حاجه عجيبه جدا. الصين يا جماعه كميه الاميه اللي كانت في الصين بالملايين، ملايين ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. راجل مدرس في مدرسه صينيه لقى ان كده ما ينفعش وان مش ممكن الصين تتقدم بالشكل ده. تخيلوا عمل ايه؟ عمل حاجه عجيبه جدا، حلم ان الصين خلال شهرين تتمحي الأمية بتاعتها. يا عم اللي انت بتقوله ده مستحيل، ملايين بنقول لك في شهرين نمحي الأمية بتاعتها. قعد يفكر والحلم ملا خياله، حاجة مش موجودة خالص. فعمل ايه؟ جاب كل
طلبة ثانوي بتاعت المدرسة وعمل اختبار على قرية ينزلهم في الصيف ويقول لهم لو جيتوا السنة الجاية هنعفيكم من المصاريف لو علمتوا فوق العشرين واحد في القرية دي. راحوا رجعوا القرية كلها اتعلمت. فكر يدي الدولة الفكرة بتاعته. اتنفذت الفكرة في الصين كلها. بدت بواحد مدرس ثانوي اتنفذت الفكرة على الصين. ناموا قبل شهرين خدوا كل طلبة الجامعة في الصيف يروحوا يدربوا. ناموا صحيوا بعد شهرين اتمحت الأمية. ايه فكرة جت عند واحد. خدوا شباب الجامعة نزلوهم طول الصيف يدربوا يرجعوا لكم بعد شهرين وادلهم حاجة تديهم حافز ان هم يدربوا. ايه هي؟ تعفوهم من المصاريف السنة الجاية او تديهم درجات زيادة للي يعمل كده. فكانت النتيجة مبهرة. ومش هم اول ناس عملوها الفكرة دي اللي شكلها حلم. اول واحد عملها النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا ناسيين ان المسلمين في المدينة اغلبهم كانوا اميين واحنا امة اقرأ وعايزين يقروا قرآن ومش عارفين. طب النبي يحل الموضوع ده ازاي؟ لما جت غزوة بدر وجه الاسرة عايزين تحرروا نفسكم انتوا من 70 اسير كل واحد فيكم يعلم 10 هو ده فكاك اسر مش عايزين منكم فلوس علموا 10 محى الامية بتاعت 700 صحابي في شهر. النبي صلى الله عليه وسلم عملها. الموضوع فكرة. نفسك في ايه؟ احلم بس الحلم. قول الاول انت عايز ايه؟ هو ده اللي احنا عايزينه. قول وما تخافش. قول وما تظنش ان مفيش فايدة. والله في فايدة. محى النبي صلى الله عليه وسلم في اسبوع امية 700 صحابي. عارفين منهم مين؟ زيد بن ثابت. كان عنده ساعتها 12 سنة. عارفين مين زيد بن ثابت؟ اللي بعد كده جمع القرآن. كان أحد الناس اللي اتمحت أميتهم هو دون اللي جمع لنا القرآن اللي احنا بنقراه في مصحف إلى اليوم. سيدنا زيد بن ثابت واحد من اللي اتعلموا دول. الموضوع بيبتدي بحلم. نفسك إيه يبقى شكل بلدك بعد 20 سنة؟ ابعت لنا بقى. ابعت لنا على النت. ابعت لنا على التليفون. اتصل بينا وقول انا حلمي كذا وكذا وهنصبر عليك في تليفونات البرنامج والناس مستعده 24 ساعه تستنى تليفوناتكم. ابعت لنا فاكسات مستنيين الاف الفاكسات تبعتوها لنا انا حلمي كذا 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 في كل المجالات يا جماعه او في المجالات اللي انت بتفهم فيها. كل حاجه نفسك ايه؟ نفسك الاسره تبقى عامله ازاي؟ نفسك الصحه تبقى عامله ازاي؟ نفسك الرياضه تبقى عامله ازاي؟ نفسك الفن يبقى عامل ازاي؟ نفسك الاقتصاد يبقى عامل ازاي؟ نفسك السياسه تبقى عامله ازاي؟ ادينا كل تصورك. نفسك تبقى بلدنا شكلها ايه بعد 20 سنه؟ ايه رأيك في الفكرة دي؟ وساعتها كل الافكار دي اكيد هيطلع منها فكرة واحدة عبقرية تبقى هي دي حلمنا لبلادنا بعد 20 سنة وهي دي النهضة اللي احنا عايزينها وجبنا سقفها وبقينا شايفين احنا عايشين فين وتروح لكل واحد في بيته وننزلها في الجرايد ونعلقها في مدارسنا ونعلقها في مساجدنا وكل واحد يبقى انا في الحتة دي انا بقى هساعد في دي انا ونعيش الحلم كلنا زي ما غيرنا كان عايشه وساعتها هنقدر نعمله. تجربة الصين، تجربة قناة السويس، تجربة السد العالي، تجربة الحرمين، تجربة وسط مدينة بيروت بتقول انه ينفع. مش كده وبس يا جماعة، ده حتى الحاجات العادية اللي ما تصدقوهاش. كاس العالم كلكم عارفين كاس العالم او اتفرجتوا على كاس العالم. الحاجة العظيمة دي انتوا عارفين ابتدت بايه؟ محامي فرنساوي فكر ان لو عملنا تقريب بين الشعوب وعمقنا الثقافة بين الشعوب بان احنا نجمع الشعوب كلها في حتة واحدة. سبحان الله. واحنا كنا احق بيها الفكره دي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. فلأ ان هي اصلا فكرته فكره اجتماعيه. طب يعملها ازاي؟ احسن حاجه يعملها بيها الرياضه لان الناس هتتلم عليها. فهو اصلا ما كانش هدفه الكوره، هو كان اصله هدف اجتماعي لم شعوب الارض في شكل ثقافي موحد. فضل ورا فكرته، هو محامي بسيط معهوش فلوس، فضل ورا الفكره ومات وتنفذت الفكره لغايه النهارده. احلم. عايز تعمل ايه؟ زي ما هتحلم هيحصل وهنتفق كلنا. واحنا مش قليلين. ليه هيحصل؟ لان كلنا هنشترك مع بعض وهيبقى معا نصنع الحياه وكلنا هنحقق حلمنا مع بعض اللي هنتفق عليه مع بعض. تعالوا نكمل بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروعنا زي ما هو عمالين نقوله من اول الحلقه، ابعت لنا حلمك بلدك يبقى شكلها ايه بعد 20 سنه من النهارده. وده مش هيبقى حلم خيالي في التخيلات كده وعايشين في احلام اليقظه، لا ده احنا هنحوله الواقع وهيتحول بعد كده الخطه وننزل نطبق الخطه دي ونعمل الخطه دي. يا جماعه الامثله كلها في التاريخ بتقول اللي بيحط في دماغه حلم ويعيش عشانه بيحققه. محدش بيحط في دماغه حلم
ويعيش عشانه ويبذل من أجله، ما هي مش أحلام يقظة، ويبذل من أجله إلا لازم يحققه. أحكي لكم مثل عجيب قوي لواحد شاف حاجة. واحد اسمه تيودا، الراجل ده كان ياباني، كان أبوه عنده مغزل صغير على قد حاله، لكن كان في معرض كبير معمول في اليابان للماكينات العظيمة الأمريكية، وراح تيودا يتفرج كل يوم، يقعد بالساعات يتفرج على الماكينات، بالساعات يتفرج على الماكينات. فكان في واحد واقف في المعرض ياباني، فقال له انت بتيجي هنا تعمل ايه؟ انت عندك كم سنة؟ قال له 22 سنة. قال له ابوك بيشتغل ايه؟ قال له عندنا مغزل صغير. قال له يا ابني انت لو وقفت هنا 100 سنة مش هتتعلم حاجة، انت جاي تتفرج على ايه؟ ده احنا بالكتير في اليابان نتفرج بس على الالات دي، احنا ما نعرفش نعمل زيها. فغضب وقال له عيب تكون ياباني وتفكر بالطريقة دي وما يبقاش عندك الطموح ده. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شايفين بيقول ايه؟ انا بغير على الكلام ده. وقال له انا اوعدك ان بعد 20 سنة من النهاردة هكون صاحب اكبر مصنع سيارات وهعرض سياراتي عندك في المعرض بتاعك. وعمل شركة تيوتا. بعد 10 سنين او 15 سنة بقت مبيعات شركة تيوتا اكبر من مبيعات اكبر 3 شركات امريكاني في صناعة السيارات، اللي هي جي ام، جنرال موتورز، وفورد، ثلاث اكبر شركات بيعملوا 9 مليون في السنة، وهو سنة 2000 كان وهو سنة 90 كان عامل 11 مليون. تخيلوا هو لوحده حلم، هننجح والله. يا جماعة الموضوع بيبتدي بحلم في دماغ الناس، يملى الحلم كيانهم، يسيطر على مشاعرهم، لو طالع منهم بيعيشوا عشانه ويضحوا عشانه ويبقوا مستعدين يموتوا عشانه. والناس اللي انت بتظن انها سلبية ويقولك لا يا عم انا ولادي وخلاص، لما الحلم بيملى دماغه بيبقى اغنى عنده من ولاده، لان بقى حلم حياته وبقى بالحلم. اصل المشكلة ايه؟ ان الناس كلها فاكرة ان ما ينفعش غير اللي احنا فيه، لكن لما بيلاقي ان في حاجة تانية تنفع، لما بيبدأ يحلم بيلاقي لا ده في حاجة تانية بتنفع. خلي بالكم في حلم محدش كان يصدقه على الاطلاق عملته امريكا، الصعود للقمر. يا جماعة بالعقل كده، بالعقل بالله عليكم، اول واحد طلع فكر في الحلم وقام طالع قايل نوصل القمر، بالله عليكم الراجل ده اتقال عليه ايه؟ مجنون طبعا. لكن يا جماعة اوعى تحط، عشان كده وانا بقول لكم احلموا، ما تحطش قيود على حلمك. وعملوا الحلم، وكل الشعب الامريكاني، انت عارفين كانوا عايزين يطلعوا القمر ليه؟ علشان الشعب الامريكاني كان بدأ يترهل، خلاص بقى معانا فلوس وخلاص، فحبوا يحطوا لهم حلم يستفز قوى الناس. هما كانوا عايزين يطلعوا القمر ليه؟ وصرفوا المبالغ دي ليه؟ مش عشان الطلوع للقمر، علشان كانوا محتاجين حاجة تملى مشاعر الناس وتسيطر عليهم عشان ينجحوا أكتر. بالله عليكم بعد ما وصلوا للقمر إحساسهم يبقى عامل إزاي؟ بس خلي بالكم يا جماعة، زي ما هنحلم هيكون. أنتوا عارفين بلادنا كده دلوقتي ليه؟ لأن في ناس حلموا من 20 سنة بيها كده، في ناس تخيلوها كده من 20 سنة. يعني أقول لك حاجة، القاهرة لو دخلت القاهرة مش هتلاقي فيها جنينة واحدة. عارف ليه؟ لأن لما تحط الحلم من 20 سنة، اللي حلم من 20 سنة ما شافش جناين في القاهرة، ما كانش شايف في الحلم جناين، فطلعت القاهرة من غير جناين. وفي واحد حلم تاني من 100 سنة، فلما حلم القاهرة فيها جناين، فقاموا عاملين حولوا مجرى النيل عشان يعملوا جزيرة مليانة جناين، فطلعت جزيرة اسمها الزمالك. دي مش جزيرة طبيعية، ده هم حولوا مجرى النيل فطلع حي الزمالك والقناطر الخيرية. انت هتحلم ايه؟ حط بقى الحلم. نفسك شكل البلد يبقى عامل ازاي؟ نفسك البيئة تبقى عاملة ازاي؟ نفسك علاقتنا بالدول الاخرى تبقى عاملة ازاي؟ حط كل تفاصيل الحلم. الرياضة تبقى عاملة ازاي؟ البحث العلمي يبقى عامل ازاي؟ الجامعات تبقى عاملة ازاي؟ المدارس تبقى عاملة ازاي؟ احلم وقول لنا، وهو ده اللي هنطلعه وحنجمعه ونتفق عليه. خلي بالكم يا جماعة، في يوم من الأيام كان في حلم مش ممكن حد يصدقه. كانوا قاعدين في حتة اسمها دار الأرقم ابن أبي الأرقم، عددهم كان 40 صحابي بس، هم دول كل الإسلام في الأرض 40 واحد. فين؟ في مكة الصغيرة اللي بين جبال كتيرة. فين في مكة؟ في بيت صغير اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم، مش قادرين يخرجوا براه، مستخبيين بيروحوا فيه وهم خايفين. ال40 واحد اللي جوه البيت الصغير قوي ده، اللي جوه البلد الصغيرة قوي دي، نزلت عليهم آية بتقول لهم وبتقول لنبيهم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا عايزك تتخيل مشاعر ال40 واحد والآية دي نزلها.
عايزك تتخيل مشاعر عمار وبلال وهو بيتضرب كل يوم وبيؤذى في الصحراء ويلاقي الآية دي بتقول انتوا الخير للأرض كلها. يا عم ده أنا مش قادر أطلع برا البيت. انتوا الأمل للأرض كلها للعالمين. معقولة؟ يا ترى كانت مشاعرهم إيه؟ كانوا مصدقين ولا مش مصدقين؟ كانوا يا جماعة اوعى. طب ليه يا رب الآية دي نزلت في مكة؟ ما كانت تنزل بعد فتح مكة، فاهمين؟ يعني الآية دي تنزل وهم عاملين كده عشان يقول لهم بصوا للأمل اللي انتوا عايزين تروحوا له. تخيلوها. عشان يقول لهم ما تقفلش دماغك على الواقع اللي انت عايش فيه وتقول ما فيش فايدة، احلم ببكرة. ايه مشروعنا؟ ايه المطلوب مننا؟ ابعتوا لنا حلمكم. كلنا. وخلي بالكم يا جماعة الحكاية دي محتاجة ايه؟ اقعد مع ابوك وامك. اقعدوا. الحكايه دي ممكن تتعمل بشكل فردي، كل واحد يحلم حلمه ويبعته. ممكن نعمل كده، بس في حاجه اقوى من كده. نعمل مجموعات عمل تقعد تفكر حلمنا ايه. كل شباب في مسجد يقعدوا مع بعض ويحطوا حلمنا ايه لبلادنا بعد 20 سنه. كل اسره، كل عماره يتجمعوا راجل ومراته عايزين يخرجوا فسحه مع بعض، يخلوا الفسحه كده والله هتبقى احلى بكتير. ما احنا ساعات الرجاله والستات مش لاقيين كلام يقولوا لبعضهم، تعال نحط الحلم بتاعنا بعد 20 سنه. نفسنا بلادنا تبقى ايه؟ عايزين يا جماعه كل طاقتنا تتفجر، عايزين المبدعين، عايزين الموهوبين، عايزين المسلمين اللي عايشين في الغرب ياللي اتعلمتوا وشفتوا ابعتوا لنا نفسكم بلادنا تبقى شكلها ايه، ولا نسيتونا؟ نفسكم بلادنا تبقى شكلها ايه بعد 20 سنه؟ الحلم ده عايزين يشارك فيه مسلمين ومسيحيين، انتوا شركاء معانا، مش هنقبل يبقى الحلم من غير ما تشاركوا معانا يا مسيحيين اللي موجودين في بلادنا، كلنا هنحط الحلم مع بعض. خلي بالكم من حاجه كمان مهمه جدا لازم نقولها، المسلمين المتوطنين في الغرب وعايشين في الغرب ومش راجعين بلادنا وما يعرفوش حاجه عن بلادنا، حطوا حلمكم انجلترا وفرنسا وكندا يبقى شكلهم ايه بعد 20 سنه، حطوا حلم جميل. المهم نحلم مع بعض ونطلع حلم واحد. خلي بالكم يا جماعه في بس شرطين للحلم. الحاجه الاولانيه ما تحلمش بحاجه مش مفيده. لازم يكون الحلم مفيد لنهضه بلادنا. ما تقوليش مثلا طالما طلعوا للقمر نعمل غواصات بتطير، ما يعني ما طب ليه نعمل غواصات بتطير او شوارع في الهواء؟ يا عم قول كلام مفيد. يعني الشرط الاولاني ان لازم يكون الحلم مفيد، اوعى تحط حلم مش مفيد. فكر ده مفيد في ايه في نهضه بلادنا، ده الشرط الاول. الشرط الثاني ما يكونش كلام عام، نريد تطوير التعليم. يا عم ما احنا عارفين ان احنا نريد تطوير التعليم. حط كمان، حط تفاصيل الحلم، حط جطوش الحلم، اكتب نفسك المساجد يبقى شكلها ايه؟ التدين يبقى شكله ايه؟ نفسك الناس جوه المساجد يبقى عددها قد ايه؟ طب مكان الستات في المساجد هيفضل صغير ولا هنكبره يبقى لهم مساحه كبيره؟ اكتب وفكر. نفسك التعليم يبقى مجاني ولا التعليم يبقى بفلوس؟ ولو بفلوس مين اللي هيدفعها؟ نفسك السياحه، لا مش عايزين السياحه دي كلها حاجات مش كويسه. لا فكر بطريقه مختلفه، دي ممكن تكون مفيده جدا. نعرف العالم كله على بلادنا وحضارتنا واسلامنا. دي مفيده جدا، بس المهم ازاي تتعمل؟ فكر في افكار، طلع لنا افكار. يا جماعه الغرب في السياحه ما عندهمش امكانيات زي اللي في بلادنا ولا اثار زي اللي في بلادنا، وبيجي لهم سياحه اضعاف اللي بتجيلنا، وبيعرفوا الارض كلها على حضاراتهم. ليه؟ بيعملوا افكار، بيحلموا وبينفذوا افكارهم. خلي بالك هقول لك حاجه عجيبه قوي، لو ما عرفتش تكتب حاجه تسمع قصه الحصان، قصه عجيبه. حصان ماشي مع صاحبه، الحصان ده عجوز كبر وعجز وصاحبه ما زال بيعتمد عليه، لكن الحصان خلاص في اخر ايامه. الحصان ماشي وقع في حفره عميقه، حاول صاحبه يطلعه بكل الوسائل طول اليوم، ويحاول يشده ويحاول يشده والحصان ما بيطلعش، ويحاول تاني والحصان ما بيطلعش. وبدا الراجل يفقد الامل، والالات اللي هيجيبها علشان يعني يطلع الحصان قيمتها اغلى بكتير من الحصان العجوز. يعني الالات دي والحصان من عجز ومش هيعرف يطلع، ولو حاولنا نطلعه هنصرف فلوس خياليه. فقرر الراجل فكره رغم حزنه وحبه للحصان، لكن مفيش غيرها، يردم عليه في الحفره لانه كده كده ميت، بدل ما يعذبه في الحفره. وبدا يجيب الرمل، وبدا يجيب الجيران ويقول لهم يلا اردموا معايا على الحصان العجوز. وبدأ يتردم على الحصان، والحصان يزعق ويعلي صوته ويحاول كأنك سامع بكاء. وبدأ صاحبه يوجعه صوت الحصان حبيبه، لكن مفيش حل. فبدأ يقول للجيران تعالوا نبعد عن المكان الحفرة ونردم من بعيد، مش عايز أشوفه وهو بيتردم عليه، مش عايز أسمع صوته الرهيب. وبدأوا يردموا على الحصان، وبعد شوية وقف صوت الحصان، فافتكر صاحبه أنه مات من الخضة،
فراح يبص عليه فلقى الحصان بيعمل ايه، كل ما يتردم عليه يزق الرمل من على ظهره ويحطه تحت رجليه ويقف عليه، يزق الرمل من على ظهره ويحط تحت رجليه ويقف عليه، وبدأ الحصان يطلع 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 يطلع، وزاد الأمل اردمه أكتر عشان يطلع. احنا يا جماعة بيتردم علينا بقالنا كتير، احنا تردم علينا كتير قوي كتير قوي ردم علينا، وما عادش ينفع العياط. الحصان بطل عياط، استعلى على البكاء، فكر يعمل حاجة، واحنا بيتردم علينا بقالنا سنين ومش عايزين نعمل حاجة ولسه بنعيط ومش عارف هنفضل نعيط لغاية امتى. كفاية عياط بقى، تعالوا نفكر فكرة، مش معقولة تبقى حكمة الحصان احسن من دماغك يا بني ادم؟ يلا ربنا اسجد ليك الملائكة تكريما للعقل ده. ده انا بقولك احلم مش بفلوس الحلم، ده ما اقولك احلم وان شاء الله، عشان معا، عشان ربنا قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا تواصوا. عشان كده خلينا الشعار معا نصنع الحياة، لان احنا مع بعض هننجح، وايد على ايد ودماغ على دماغ وفكرة على فكرة هنطلع حاجة غير عادية، هنطلع حاجة ما عرفهاش العالم لغاية دلوقتي ونفتخر بيها. عرفتوا ليه لازم تشاركونا في الحلم؟ وعرفتوا ليه لازم تفكر وتطلع؟ وعرفتوا ليه مشروع المشي كان مهم؟ لان اكتر حاجة تساعدك على التفكير انك تمشي، والله بتطلع افكار غير عادية. اكتب بقى وقعد مجموعات، ويتجمع الصحاب وتتجمع العائلات والاب والام والولاد، وتبعتوا لنا مره وتخشوا على المنتدى تقولوا اه ده احنا استفدنا افكار تانية، تقوموا معدلين ومطلعين افكار احلى، وتفضل الافكار تتلاقح والفكرتين يعملوا ينتشروا ويعملوا 10 افكار و100 فكره ونطلع حاجه غير عاديه. وساعتها نقول يلا ننفذ بقى، ده مش حلم خيالي، هننفذه. فهمتوا الفكره؟ فهمتوا مشروع النهارده يا جماعه؟ خلي بالكم يا جماعه، كل اللي اتعمل في صناع الحياه كان كوم، وحلقة النهاردة كوم. مش مهم حلقة النهاردة حلوة ولا لأ، مؤثرة ولا لأ، المهم حاجة تانية خالص، المهم ان انتوا تعملوا، المهم ان انا يكون اللي انا عايز اوصله لكم وصل. احنا شركاء كلنا، مش هنقعد نتفرج، لازم نعمل حاجة يا جماعة. ما عادش الحكومات هي اللي المفروض تعمل كل حاجة، جه الدور ان الناس تعمل. دور الحكومات دلوقتي تقلص ان هي بتساعد وبتدي التصريحات وبتقدم الخدمات للناس، لكن الناس هي اللي بتفكر وبتطلع الافكار. انجلترا وفرنسا الناس هي اللي فكرت بدل ما بنركب الطيارات بين البلدين نعمل نفق تحت بحر المانش، وعملت الناس شركة مساهمة، والحكومة وافقت وسهلت واتعملت الفكرة، وبقت الناس بتروح بين البلدين بالعربيات، وهي فكرة الناس. انتوا تقدروا تطلعوا افكار عظيمة جدا 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 وتنجحوا. وخلي بالكم يا جماعة، ربنا تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ربنا قال لهم حاجة ما كانوش يتخيلوها ووعدهم بها وتحققت. شوفوا تفاصيل الحلم ربنا قال لهم ازاي، واخدين بالكم بيقول لهم ايه؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين، يا حلقين خالص بالموس يا مقصرين. طب ودي ليه تتقال في الآية؟ ده كأنهم شايفينها، انتوا فاهمين بيعمل لهم ايه؟ اهو شوفوا، ادي واحد حلق راسه والتاني مقصر، ده بيرسمها لهم، اهو ده اللي احنا عايزينه، ووعد ربنا تحقق. ده مش كده وبس، اذا جاء رسول الله والفتح. وايه؟ شوفوا كلمة ورأيت دي، هي حصلت؟ كانت لسه لما نزلت الآية لسه ما حصلتش. ورأيت، عشان الصحابة وهم بيقروا في الصلاة الآية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أنا شايفهم هم رغم أنها لسه، وحصلت لأن ربنا وعد بيها. أنا عارف هتقول لي دي وعود ربنا للنبي، لكن احنا الحلم اللي أنت بتقوله ده مين قال أنه هيتحقق؟ لا يا جماعة، ده احنا عندنا وعود، احنا كمان عندنا وعود ان حلمنا ان نهضة المسلمين راجعة، بس يا شرفنا لو احنا اللي كنا عاملينها. انتوا ما قريتوش الآية اللي بتقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض نهضة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مش ده قرآن بنقراه؟ انتم ما قرتوش قول الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ انتم ما قرتوش قول الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا، ومش رسلنا وبس، والذين آمنوا فين في الآخرة؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مش ده قرآن؟ انتم ما قريتوش قول الله تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون
وإن جندنا لهم الغالبون. بس يبقوا جندنا، بس تشيل الهم معايا ونقوم ونتحرك. انت ما سمعتش قول النبي ان الله زوى لي الارض، جمع لي الارض، ورايت ان ملك امتي سيبلغ ما زوى الله لي من الارض. ده مش حلم بقى، ده احنا كنا مسمينه حلم لكن هو حقيقه. ولذلك وانا بقول لك احلم ببلدك بعد 20 سنة، ده حقيقه مش حلم، لان ربنا وعد. بس نحلم ونتحرك ونكون مخلصين لربنا في نيتنا، ومش هدفنا لا ندمر ارض ولا نعادي حد ولا نكون ولا نعمل ولا يكون عندنا عطف. هدفنا ان احنا ننشر الرحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يا جماعه شاركوا معانا في ثواب النهضه، وخد معانا الثواب، شارك معانا زي عمرو بن الجموح، رغم انه كان اعرج لكن ما بخلش انه يشارك مع المسلمين ويقول للنبي يا رسول الله دعني اخرج معكم، خليني معاكم، اريد ان اطأ الجنه بعرجتي هذه. وانت مش اقل منه، لازم تشارك معانا، اوعى تبخل تبعت لنا ورقه. ده النبي بيقول اتق النار ولو بشق تمر. انا بقول لك بسطر شارك في نهضه المسلمين، مش عايز تبعت، بخلت تتصل وتبعت. ده انا اكتر من كده عايز اقول لك حاجه تانية، عمري ما هنسى ايام ما كان في تبرع لفلسطين، وبصيت لقيت الناس كلها الستات بتقلع الحلقان وتحطها، ومش خايفة حد ياخدها لأن كله بيعطي، لأن الحلم كبير والناس بتعطي فلوس. وجه راجل على كرسي متحرك وقال خدوا الكرسي، أنا أنام في سريري بس أشارك معاكم، خدوا الكرسي اللي أنا ماشي عليه. يا جماعة كلمة شاركت مع المسلمين، شاركت معاكم في نهضة بلادنا، تستحق إنك تقعد وتجمع العيلة وتسأل وتقرأ عشان تبعت لنا أحسن حلم وأجود حلم. اقرأ كتير الأسبوع الجاي، ادخل وتعلم، اسأل الناس، اسأل أبوك، اسأل أصحاب الخبرة، رجال الأعمال شاركوا معانا، أساتذة الجامعة شاركوا معانا، نطلع حلم واحد هننجح، ونحط النهضة ونعيشها ونعيش الحلم بتاعنا، إن شاء الله هننجح، وكلنا أمل إن احنا هننجح. ابذلوا كل جهدكم، مستنيين ردودكم، نعمل نهضتنا مع بعض، نشوفكم الأسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.